السلام عليكم. هذه زهرة الكاغد أو الخالدة، هذه من الزهور اللي عمرها طويل، يعني هي تنشرب يعني كشراب ساخن، وبنفس الوقت نقدر نحتفظ فيها ونقدمها كهدايا. طبعا لما تكون مجموعة نحطها في فازة ونقدمها كهدية. لما توصل إلى هالمرحلة من النمو نقطعها من تحت، وطبعا ملمسها هذه خشن كلش ويابسة، وتظل على شكلها ما يتغير شكلها، تظل هذه. طبعا إذا زرعناها تطول يعني على ما تزهر، يبي لها فترة. بس كمر، شوف هذه الصفرة بعد، هذه تطول على ما تزهر. الثانية اللي من هناك هذيك، ايه هذه يبي لها فترة طويلة. يلا قصها هذه بعد، والباقي الصغار خلهم بعد كم يوم نقصهم. شوفوا هذا شكلهم شلون. طبعا هذول اذا نحطوا في فازة ويتقدمون كهدية وايد شكلهم حلو، وهذا الشكل ما يتغير، يعني يظل شكلها مثل ما هو لسنين، يعني تظل صحيح لما سموها الخالدة. وطبعا يسمونها الكاغد، الكاغد تسمية عراقية يعني معناتها ان الورق، لان ملمسها يابس مثل الورق. وهذه شتلاتها كذي بهالطريقة، زرعت منها السنة وايد، وزعت منها هذا اللي ظل من الشتلات منها. طبعا هذه الحين ما تنفع، هذه انتهى وقتها. شوفوا جمال ألوانها وايد حلوة.